مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، معالي وزير الرياضه طبعا دكتور اشرف صبحي. النهارده طبعا بنقول يوم وفاه ويوم العزاء النهارده الدكتور خالد توحيد، واحد من الشخصيات الرياضيه الطيبه في حب النادي الاهلي. بتشوف التجمع ده ازاي مع الوزير، وبتشوف حب الناس ازاي؟ بشوف التجمع ده هو قد ايه الدكتور خالد كان شخصيه عزيزه على الوسط الرياضي كله، والوسط الاعلامي والوسط الادبي والوسط الاخلاقي، رحمه الله عليه ما اختلفش عليه اثنين. كان في الحقيقة يعني قدوة كبيرة جدا، ومات في عمله، مات وهو بيصلي، يعني رحمة الله عليه، وإن شاء الله يكون مثواه الجنة، وأكيد ذكرى خالدة موجودة في كتاباته وفي أعماله وفي حاجات كتيرة جدا، وبيدي عبرة لحاجات يعني كتير بقى في حياتكم.